السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزول في لون استما، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقيكم بخير وعلى خير. حبيباتي اللي دخلت معنا جديده، نقول لك مرحبا بك حبيبتي في القناه، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصلك كل جديدي ان شاء الله. اليوم البنات فيديو تاع اليوم رايحه تشوفوا فيديو بدون مونتاج، فيديو بكواليسه، فيديو فيه نشاط وحيويه، وفيه تاني لومبيونس يعني ضحك وشويه ضحكه شويه قصره هكذا. وحنا نديروه في المطارح تاع لوستيك، جيت عندنا هنا باش تعاود المطارح تاعها يعني في درع جوستي الفوقة، يعني نحات هذوك المطارح القدم وعاودت القماش وكامل، وعمرت من بعد ما غسلت هذيك الصوف عمرت المطارح تاعها كما راكم تشوفوا هنا. راني نعاون فيها باش نخيطوا المطارح تاعنا ونطرحوهم كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. يعني ما كانش بيت بجوي ما عندوش المطارح تاع الصوف، حنا البجويين اون جينيرال لازم يكون المطارح تاع الصوف في البيت، يعني صغار وين نشرو المطارح تاع لي بونش، يعني لازم يكونوا المطارح تاع الصوف في البيت. مام المخايد ثاني، مام العروسه البجويه تاني لازم تدي معاها المطارح تاع الصوف والمخايد تاع الصوف، لازم يكونوا يعني كل واحد ومقدور. بصح دايما الام يعني تاع الطفله توجد بشويه بشويه حتى يعني توجد الشوره تاع بنتها تاع الصوف هكذا باش دير لها المطارح والمخايد، يعني كي تكون الطفله صغيره ويماها راهي توجد فيها حتى تولي كبيره ان شاء الله. يعني هذه هي تقاليدنا وعادتنا. هذه هي البنات، راني جبت لكم غير شويه تقاليد هكذا باش تعرفوا تقاليدنا في بجايه. نبقاو معنا البنات، راح نخليكم مع هذا الفيديو المشوق، من بعد راح نولي لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. هيا على كرسي جديد. لا كي زوار غاد نونو طابو دي تاع البيزا كي تقولكم غادي لازم مثلا تاع ديونك كاينينك معليش اسيدي فاكد سيان كنت فاكا هيا هيا ها جميل بجويات دايما المطارح تاع الصوف نديرو كلش، المخايد المقطفة البركوكس نديرو كلش الله يبارك والله. فوالا ايه فاتح صاغف ها جوستي دارت درت حلا ها هيا دي عين ربيع هلا نكملوا تاعنا هيا نبداو لا كورسة هيا لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما هيا البروبليم تاع الشوكة انا البروبليم ديالي تاع الشوكة هذا الشوكة واعرة بالك بالك تهدي داكن بالك البروبليم تاع الشوكة واعرة خاطي ماشي واعر الضحكة
جون درت شفت تنيا حكاك كويت الفيراج هكا ها خدي حبس تغردا وات تو جبت الطازو جبت الطازو تسيا كي على دم بودان دايني باش نديسي خاتي خاتي ما تخافيش والسنة تعلى واحد ما زاد معلم رانا نتعلمو كامل والله تعلمت من طرح تاع بنتي قال لك بيان سور من طرح تاع بنتي هاي ماشي كا راك راه تويت ضد الفيرا جا هاي بيان هاي ديماغ رانا وصلنا مع بعض الشوكة اه شوكا ديالك هاي شيكا هاي اضحى شوكا اينو عندي طلاقات مش وحيد الفيراجة؟ طيب توسنت سهلت تبدا الحين يا ابن عبد الله يا سبحان الله يا ماشي يا انا كيك مع الدان شوف وين وصلت انا ها ساي عدا خكم سوازح زحكة انا خلصت شيكا مازال انت انا مازال هيا همة ونشاط دونك تروح تكا وتقلت نشاري اتقلت تسعة الفيراش لا انا تنفوك انت دونك تورا سنخدم هكا يوث ذا يوث ذا يوث اه هيما لا لا يوث ذا ايه تورا تقلبها كاين يدا مكاس خدمة عاتني فك ان شاء الله ما ساعدك نصاف سي سور اه يفول نصاف مش هاد يسد همة ونشاط همة ونشاط أمك مفتخرة يا خير pour la première fois quand même hein عطيك الصحة عطيك الصحة يما يدي ولا ما حد يما عطي العالي الله يبارك تشبح هيا العرايس نديرو لي كوموند العرايس شيكا اه ومن بعد ديري الرقم الهاتف في اخر صفحتك نونو تحت ولا تحت اسفل نونو هكذا باش نشوفو البجاويات واش يقدروا يديروا نديروا من بكري حنا نديروا في المطارح اه نو بصح انا عروسه تاع الجايه ولا ما ديتش ندير الوقت نديرها ماشي العروسه سي سي سيغ اوبليجي ديال المخايط ديت دوريات اللي ما عندهاش مسكينه واش كل واحد مقدور على كل حال كل واحد بصح هادو تقاليدنا يا خير ما نحيوش التقاليد تاعنا لازم نديو المطارح تاع الصوف والعرب كاينين يديروا الحج ودائما اه كل واحد كيفاه ونكليك بقيت نسوي سنات كان دروس بارابور العرب اه تازير توجور لا مامون تشجع دي واي ايسيس غاسوس عنالا الجويات كي يكونوا ما عندهمش دائما يوجدوا لبناتهم كي كانوا صغار كي يكونوا صغار يبداو يوجدوا يكبروا يلقاوهم واجدين صوف ما يتسج صوف ما يتسج جامي خدي ديري تخبي مهمات هاي يا ربي عين نروح نكملوا هذه انا خلصنا هادو ممكن صغانو يا ايما تين بيشين تين بيشين بالقبيلية بالعربية انا ما نعرف بنتي ومن بعد باردون لقت ويا فوش يو دارو حلع وانا دونك اسنع لا تحتو لن انتظر يا
دونك غادي نقول لك فوالا فوالا نزيرو هيا هاوي تصوف ده شو هتكسع للحويجة هتكسع حنا طرحناها انتي مازال ما طرحتيهاش هيا مازال حاشا ما تفوكتينا ان شاء الله ان شاء الله سي دريمان دونك كيكمي غلبان شيكا كيكمي غلبان انا وصلت للطرح مازال هنا مازال وحده هنا مازال وحده هنا او خلاص هذه والله عرفت الصا لا هنا عاودتو كامل هذاك الطريق اللي درتيه هيا سحاو لهنا ان شاء الله مازال تاع لوستي مازال ما خلصتهاش ايه خاطي بلاش حاجه هذه على يوسف وسيس يا اخي هيا دوزيام ميتون هاك مجات على الثمانية ما اه هيا طرح طرح يا مولاتي يا مولاتي هذا هو من طرح البنات تاع لوستي كما راكم تشوفوا يعني من بعد ما خلصت تاعي خليتها بيجه مازال هذيك تاع لوستي ما خلصناهاش بصح استعفينا شويه هكا باش نشربوا قهوه كما راكم تشوفوا يعني انا وعجوزتي شربنا قهوه بصح لوستي لا ما تشربش قهوه ما على باليش واش كلات المهم انا شربت قهوتي بالكعك النقاش البجاوي الله الله كما راكم تشوفوا انا وعجوزتي يعني درنا لما بزاف بزاف هايله كان يوم رائع وكان يوم مشوق يعني كنا نقصروا ونفرحوا ونضحكوا ما على بالناش كامل كيفاش خلصنا هذوك المطارح والله ما على بالنا كيفاش خلصناهم بدون تعب يعني ما تعبناش خلاص ما على بالناش حتى الليل وخلصنا هذوك المطارح والله ما حسينا كامل بالتعب كنا نضحكوا كامل يعني كان يوم رائع وشوق المهم رايح نخلي لكم المقطع الاخير تشوفوه يعني النتيجه كيفاش خلصنا المطارح في زوج وتشوفوا النتيجه ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تنال رضاكم وتعجبكم ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه اللي نموت عليها ونشكركم بزاف عليها والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله السلام انفا رانا خلصنا شحال ساعه بدينا في الوحده ونص حتى السبعه تاع العشيه الله يبارك هيا ويت غول تما سوا نبرز سيا تحاول هنا العالي ان شاء الله